أهلا بكم أصدقائي في سبوت أون المشاهير، إليكم كل تفاصيل حفل جوائز الفراشة الذهبية. سيقام الحفل يوم الثلاثاء 5 ديسمبر القادم، والجميع مرشح، كل من كان لديه عمل فني الموسم الماضي أو هذا الصيف، سواء انتهى المسلسل أو توقف أو مستمر، وبعد ذلك سيتم تصفية الترشيحات إلى 10 أسماء بحسب تصويت الجمهور على الموقع الرسمي، وأيضا لجنة التحكيم لها دور بذلك. سينتهي التصويت بتاريخ 8 أكتوبر، وسننتقل للجولة القادمة. وأيضا الممثلات اللامعات الثلاثة، أي أفضل الممثلات الصاعدات في العام، لم يتم الإعلان عنهم حتى الآن. والآن شرح لطريقة التصويت. أول شيء تكتبون في جوجل بانتين ألتين كليبيك أودولاري، وتختارون أول نتيجة في البحث، أو سأترك لكم الرابط في صندوق الوصف تحت الفيديو. بعدها سينفتح الموقع كما ظاهر، وتضغطون هنا على كلمة أوذر بمعنى تصويت. بعدها ستظهر لكم هذه النافذة وفيها كافة الأقسام والأسماء المرشحة للتصويت. هنا تضغطون على أول حقل مكتوب عليه NEDZ بمعنى أفضل مسلسل. بعد الضغط عليه سيطلب منكم التسجيل. أنا هنا اخترت اللغة الإنجليزية، إذا لم تظهر لديكم فاتبعوا الخطوات معي. سأضغط هنا على Register with Email، يعني سجل ببريدك الإلكتروني. بعدها ستظهر هذه الحقول ونقوم بإملائها. أول حقل سيطلب منك الاسم، اكتب أي اسم تريد، وثاني حقل يطلب منك اللقب، بإمكانك كتابة أي شيء أو كتابة اسمك الحقيقي. أما ثالث حقل فيطلب منك الإيميل، هنا اكتب إيميل بشكل صحيح. أما رابع حقل فيطلب تاريخ الميلاد، وخامس حقل يطلب الجنس، ذكر أم أنثى، وسادس حقل هو نوع الشعر، اختر أي شيء تريده. أنا اخترت كل شيء لا على التعيين. بعدها يطلب كلمة سر، قم بكتابتها وأكدها في الحقل الذي يليه، وبعدها اضغط على هذه الثلاث مكعبات لتظهر علامة الصح عليها، واضغط على I'm not robot، وبعدها register. الآن أصبح بإمكانك التصويت، فقط عند الضغط هنا على التصويت سيطلب منك كتابة الإيميل وكلمة السر. الآن أول حقل هو أفضل مسلسل، توجد فيه جميع المسلسلات، ابحث عن مسلسلك المفضل من بينهم وقم بالتصويت له. على سبيل المثال سأصوت لمسلسل ابنة السفير، وأضغط على اسم المسلسل سيصبح اسم المسلسل الذي اخترته هكذا باللون الرصاصي، بما يعني أنه صوت. بعدها نضغط على الحقل الذي يليه وهو أفضل مسلسل على الإنترنت، ونعيد نفس الخطوات، نبحث عن اسم مسلسلنا المفضل ونصوت له. أنا هنا صوت لمسلسل بالضبط بالضبط لكارن بورسن. أما الحقل الذي يليه هو أفضل محتوى رقمي، إذا كنت مهتم به فقم بالتصويت فيه، أنا تركته هنا بدون تصويت. أما الحقل الذي يليه هو أفضل مسلسل كوميدي، والحقل الذي يليه هو أفضل مسلسل رومانسي كوميدي، وفيه جميع المسلسلات الرومانسية الكوميدية، منها حكاية جزيرة، حب منطق انتقام، وصفة الحب، لعبة الحظ، السيد الخطأ، أسقف زجاجية، حب في العلية، اليوم الجيد واليوم السيء، وأنت أطرق بابي. وآخر شيء مكتوب آخر، أي إذا لم يوجد اسم مسلسلك المفضل بإمكانك الضغط عليها وكتابة اسم مسلسل بالتركي في هذا الحقل، وبعدها تختار أويفر بمعنى صوت. هنا أنا قمت بالتصويت لمسلسل أنت أطرق بابي. أما الحقل الذي يليه هو أفضل ممثلة كوميدي رومانسي، وهنا مرشحة كل من أصلي سومان، أسلهان غونر، آيشا توران، بانسو سورال، بورجو أوزبرك، جيمري بايسال، ألتشين سانجو، إيزجي شيلنر، هاندا أرتشل، هاندا سوباشي، ميليسا دونغول، نيلاي دينيز، أوزجي غوريل، سيرا أريتورك، ياسمين ألن. وهنا أيضا قم بالتصويت لممثلتك المفضلة، أنا هنا صوت لهاندا أرتشل عن أنت أطرق بابي. أما الحقل الذي يليه هو أفضل ممثل كوميدي رومانسي،
والمرشحين فيه هم ألب نافروز، آيتا شاشماز، بوراك يوروك، جان يامان، فوركان أندج، أدريس نبي تشكان، إلهان شن، إسماعيل ديمرجي، كادير دوغلو، كرم بورسن، كوبلاي أكا، أوزان دولوناي، ييد كيرازجي. أنا هنا قمت بالتصويت لكرم بورسن عن أنت أطرق بابي. أما الحقل الذي يليه هو أفضل ثنائي لمسلسل، وتوجد فيه جميع الثنائيات، وأنا هنا قمت بالتصويت لكرم وهاندا عن أنت أطرق بابي. أما الحقل الذي يليه هو أفضل مخرج، إذا كنت تريد التصويت لمخرجك المفضل فصوت، وإذا لم ترد فاتركه بدون تصويت. أنا هنا صوت لمخرجين أنت أطرق بابي. والحقل الذي يليه هو أفضل كاتب أو كاتبة سيناريو، أنا هنا صوت لعائشة كاتبة أنت أطرق بابي. أما الحقل الذي يليه هو أفضل موسيقى مسلسلات، وأيضا صوت هنا لأنت أطرق بابي. أما الحقل الذي يليه هو أفضل ممثل طفل، وهنا ترشحوا تقريبا جميع الأطفال الذين شاركوا في المسلسلات لهذه السنة، ومن ضمنهم مايا باشول والتي قامت بدور كيراز في مسلسل أنت أطرق بابي وقمت بالتصويت لها. أما عن الحقول التي تليها فهي أفضل مذيعة وأفضل مذيع وأفضل مغنية وأفضل مغني وأفضل مغني راب وأفضل موسيقى تركية شعبية وأفضل أغنية وأفضل ألبوم وأفضل برنامج تلفزيوني. إذا كنت مهتم فقم بالتصويت للفنان أو الأغنية أو المقدم المعجب به. أي سؤال أو استفسار اكتبوه في صندوق التعليقات وسأرد عليكم بأقرب وقت. إلى اللقاء يا أصدقائي.